خلينا نستهل عناوين الصحف من المشهد التنموي الذي شهد تحولات جذرية، وبالطبع بيأتي على رأسه مشروع رأس الحكمة. بالأمس شهد إطلاقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويعني بالتأكيد أنه مشروع في غاية الأهمية بيدل على تحولات جذرية في يعني هذا الإطار. خلينا نقرأ عنوان من جريدة أخبار اليوم: الرئيس السيسي وبن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة. وعنوان آخر من جريدة الوطن: الرئيس السيسي وبن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة. وأيضا عنوان من جريدة اليوم السابع: علاقات مصرية إماراتية في مواجهة التحديات. أستاذ زكي، كيف يسهم هذا المشروع في تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية، وأيضا لو تحدثنا عن أهميته والنتائج المرجوة منه على المدى القريب؟ طيب، خلينا في البداية نؤكد على أن هذا المشروع من المشروعات العظيمة للغاية التي حققت خلال الفترة اللي فاتت، ولسه نتائجها بإذن الله خلال السنوات المقبلة وهي مؤثرة على الاقتصاد المصري بشكل كبير للغاية لعدة عقود مقبلة. لأن احنا هنا رايحين لمساحة من مساحات الاستثمار المحترم للغاية في نطاق رأس الحكمة أو الساحل الشمالي وامتداد الساحل الشمالي، وبالتالي احنا أمام فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة وواحد القطاعات الواعدة للدخل والعملة الصعبة للدولة المصرية، أحد أوجه العملة الصعبة ما بين تحويلات المصرف الخارج وقناة السويس المتأثرة بالأحداث الإقليمية خاصة في قطاع غزة. بالإضافة إلى السياحة، وبالتالي هذا المشروع يأتي في إطار شراكة ما بيننا وبين الشعب الإماراتي، حتى قبل ما فكرة رجال الأعمال الإماراتيين والقيادة في الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي طبعا تأتي في إطار كيمياء كبيرة للغاية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ومن يعني في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار، لكنها أيضا شراكة ما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي، لأن احنا علاقتنا ممتدة ومتصلة منذ الشيخ زايد، والمصريين يعني دايما وجدانهم الشخصي مرتبط بشخصية الشيخ زايد، وهذا الأمر اتصل الحمد لله مع الشيخ محمد بن زايد، وكمان دعم هذا الإطار الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا هنا بنتكلم على ان احنا كمان مش فكرة ان احنا بنحب بعض وكميتنا مع بعض وان احنا لدينا اتصال، لكن لدينا إجراءات كمان معبرة عن هذه العلاقة الطيبة وتدعم هذه العلاقة الطيبة، وهي فرصة استثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين ورجال الأعمال المصريين، وبالتالي احنا هنا بنوجد مصادر للتعاون اكثر شراكه واكثر ارتباطا، نظرا لان حتى المصالح المصريه الاماراتيه متقاربه في معظمها في بعض يعني او كثير من الملفات الاقليميه او على المستوى الدولي. طبعا كل الناس يعني متابعين الموقف الاماراتي والموقف المصري في قضايا كثيره، ويتكاد يعني تتطابق الرؤى في كثير من المواقف حوالين العالم والقضايا الاقليميه. نعم، بكل تاكيد يعني هي علاقات وطيده واستراتيجيه بتربط الجانبين، ويعني بكل تاكيد ان هذا المشروع سيفتح المجال امام استثمارات اخرى واعده، ويعني يشجع من مناخ الاستثمار ويقويه بشكل اكبر.